الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله إلهي وحري أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي أيضا معنى هذا مذكرة أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام ومحن. يعني إلهي سبحانه وتعالى لا بتسوء بالعري إسلام كي دينة الإسلام يعني وفهم سيه فهو على نور من ربي وحكسه ليه قبكة النور إلهي كيما ديكتسا ما شاء الله ما شاء الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وهكذا دور يا الوحل لأبا المري أرضي كالمها هوريك سوهي سي ترتكي بشي بركة سنير إير ربضان أي قبطي مسابقة الوحيين اللوراني ترتكاسي أوي قولها أبوه وين سوهيين أرضي كسعوتي دار الإيمان مؤسسة وين دار الإيمان هذا بقى أرضي دي أيامانته وشيخة معمولها قود مؤسسة دار الإيمان وهل كان يكون أبا المري معمول كودي معلمين تودي والدين تودي انتبه إذا ترى يا يدو كالنتا صدحات وقشي ترتنكاسي قدهان دارو إيمان وحيكا سوهي سي قولوا وين ترتنكاسي أي لأوحيي قبطي سيداين حسني وحاو مامل كقود مواسسة دارو إيمان شيخ حمديد ومانتا أبال مري عرضي داسي والدين تودي إيا معلمين تودي إيا مامل كودي إنتبا يعني رحمة أليا دورو فرح سناهي إن أي نصرد هورا هل كان سكوري سنة وكالكي صدحات لسوري سنة سوما هيا سودو ترتنكي الوحيين أدقشي بالكور سوّر جود كبير ترتن كاس والله ترتن أذن لك سنبوها إلى سبحانه وتعالى روح الفضيل بفضل الله واي بركة الحمد لله أذي أبو فينا إمس سؤال بلدي ويدي رحنا لويدي سدح سؤال ذو قرآن أيه إلى سؤال ذو كتاب تحفة الأطفال وتجويده وتجويده تحفة الأطفال هو أكيد اللي يقوله قلت لي سبحان ها هذا إنجل كله غير سين والأخذ بالتجويد سبحان والأخذ بالتجويد وشاطبيه وشاطبيه هي يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب ما شاء الله وادي وحويا وانت ردي اللي قوله قيتي سبا كاوة تقولي ستي ها قرآن بالله دي ويدي سدح سؤالات بالله دي ويدي سدح دي سؤالات سؤال شيء حكت كجريسي تبعه سؤال شيء كود به بيد نحرة ها طبعا أدير نحرة لكن دي واد هتشيني سين أتكانت الكوبات قاعدة فرتها لبوريك بوها ها مكا وريجي كود الحمد لله وفضة كاميرا دي وإحنا ميتشرين ها لكن وريجي لواد يرن إحنا نسوي بطنين كاميرا دي هي يوحي بيدين كسوت هاي هي marka wareega kooda alxamdulillah kaanta kooda baso kale wareegan dambeena kaanta saddexaad baan kale way een marka kaalinta saddexaad ma guud ahaan ardayda u gashay ha ayadu gashay ha maanta waalidina balmariyay waxa waalidina balmariyay maamulaha guud ee muassasada daarul iimaan jawi noocay idin sabaynaysa inay hadra abaalmarin kala aad heshaan farta wallahi abaalmarintu weyn in haysanaweyn quraan ilaahay baranayno marka kooda alxamdulillah يجونا مؤسسة هذا النفتر كذا أدي أدبو مهتيهن أولا ما مولها جودة شيخ أحمدي أدي أدبو مهتيهن مركل بعض ما مولها برخض ورنهان سي سجل نفتر كيسو أدي أدنو قريب استاجي معلوين أدنو قريب استاجي مركل كلا معلمين تيضا ومعل عبدوهاب ومعل كيجية أدي أدبي بنو مهتيهن يا معلمين كلا يجل نفتر كبو امتحان بضل نجا قاضي وأدنو لد دالي وسلي مع الأذن شيخ مختار وكله إيوه حيدي شيخ عبد الواسع أدي منهم هتسيهين بركة والله أدي أدي منهم هاد علينا إلهنا سبحانه وتعالى قد هن منهم هاد علينا ده أنا كنا دوب هذا هذا كنا بس نقول كتبين أصلا وين واحد دوني يا بل هذا ستح عايز الله بقى عايز الضوضي شيء ما بتي فينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله إلهي وحلي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي أيضا معنيه دم القرآن أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام ومحي. يعني إلهي سبحانه وتعالى لا بتسوء بالعري إسلام كي دينة الإسلام يعني وفهم سيه فهو على نور من ربي وحكسني قفك النور إلهي كيما ديكتيسا ما شاء الله ما شاء الله وي ان تفسير هذا القران كان ما اصلا يدي لك تفسير هو مساج تكون كسرها مساج كريم مساج كريم بركا مساج كريم صوتها ها وكريك يا كوري تفسير شيخ احمد كريم تفسير كو شيخ احمد ديك كورهم بركا تساويكتو ان تشيلكا ديك دنيرتا فعاق ما لا قبسن كريا الله يرضى انو يعني وتفسير ادو ريكسن وي كتب كورنو غديك حكمده كتاب جلالين كوكلي مركب كواد وحسمية شيخ طريقة أدوان يكسم بسمية بيتش كوكلي مرن تمرني مركب كواد وأخرية بيتشكي ست مر سيارة تفصيلة لو دول استعي مالك استقى صدى كتشرتا حكمة كتشرتا سبب تيسو دكتي كذ مركب درس ولما ذا حدنا مردن بمعنيه لغوية لصود المرأة مركب والله ما وحن إسلاهي قفكي إلهي وسيا فرصد هذه هي البوكة فايدة سنكرا أفما شرح الله صدره للإسلام إلى هيك رقضي ها صورا هذه هي دوكو قم حنقي يا قبدي يا دوما حنقي سادوما ورسو مركو قال إلهي سبحانه وتعالى وانو محنقيا مرلواتكو حنو محنقيا والدكي ويقو سببو أهلا الدنيا ذي ماتو مرسادحاتكو حنو محنقيا مامولياش مؤسسة مر أفرادكو حنو محنقيا معاين كيق عبد الوهاب مشانات كوحهم هم نقيا أرديد أبو قالي يذا الفتر كذا مال مها ترتن كأدي لدى داشي وحتى أنا حسوت هبين نذ قال الناس بس بعين شرني هذا متان هذا متان وصاحب الدقة مركب هذا بيسرع بحيث إذن كيا أنتي كلك قيب قالتي يعني معلمين تيري هري ويا معلمين تيم كوك كلامي سو إمي سو صارين وكذي معلمين بدنا هري شرتي معلم عبد الرحمن إبراهيم يمعن كرسم على عبد الرحمن إبراهيم رضا معلم أنس معلمين تاسودن أدي أبو هم نقيا ها قف كستو كالين كلا إن القرآن كإلهي سوا أما نرشي إذا ميلون أو حكي قارئ أذي يدبن أبو محمد غير ما يسكو عارك تهينا المسؤولية حيثو إلا الدين بال لهي كباري وكوف ذي دي كتاب كيب وكوف ذي دي تفسير كيب وكوف ذي دي ما يسكو عارك تهينا المسؤولية حم بارسان تهي عدو ها طبعا مسؤولية ذا أدوي ويلي بقى وي مسؤولية ذا سيد كي جيليسا فرصة أولا مسؤولية ذا هدان حتى أولا نرتو حسكو دينا قبيو وبيران إنكو قبيو شكلية أما أقواش إذا أنكو هضيو صان أردق ما يقويران يسيك استوى كلهم كو قدرين كرهدي هذا النقطو هذي فعل النقطو مركا والله مسؤولي أدوي من الغحية مسؤولي أدوي من الغحية أدوي أدوي كو قمها النقا يدعي إذا النقطة وكورة جيري أما سنتي جيري مقعا خال إن ترتك خال ترتك شيء خال استحاب خال استحاب بدو قولي جيري وإما لنتاسي وحوها ترتك الوحي ما أنت نوى لو قابل مري بهذا شو قال كوا؟ شيء عادي أتولى. فرتك محل كنت تبي شيء؟ شيء تبغى كتجس. وشيء اللي تبغى كتجس واحد دوري يا برصدح عايض الله بقى عايض الله ما لها عاد وصي تعيش هيا إلى دخل. واللي بده عد معان أو ملح له أو وحول البلاء أو الدين ها نجد معاني سيدي وتشي لي سوها. وكه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما شاء الله أدي أدواك وهم برينا يا مستقبل في عنا وكورة جيني لكن يضرطوا مهنا قيسا ركوت وحمان نقي إلهي الله برلوات كنا وحمان نقي والدك أدي أدواك وهم برينا أردنا نكالي في كوباد أيو كوكو ليستي ترتكاسي وأنا مؤسسة وين دار الإيمان صدو مندوع بقعة محمد ناصر محمد كالي في كوباد كوكو ليستي ترتكي مؤسسة ما أنت نوى لو أبال مريي شيخ حمديد بكو أبال مريي بشعورت هذا هذا يلو ذاك والله شعورت أدي في عنتي في عنتي يضم هالنقي سام ما أنت هالنقي هالنقي يا الوالد الوالد معالي كيا ما ولا هي دمان إدي مختار حسن مختار بقى كاري كاري معلم والله هو كم عالي عليك هو كسمة إن كاري تكو بادي تسوه هو يسي كورن ترتن كي سؤاله ماي أتكايا ماي فضايا ماي فضايا ورا كم يضرب يسي هاولي صدق كتير سكورا كذا كذا تكايس هذا يوم عليك هو بادي يمكن عليك هو بادي سبعين كرتها هذا المال دي سوق قبتمية سبعين كريسا. يا. هذه معلك هاجو. بيلو هاجا تام معلك هاجو. وين؟ المال سودو. والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أبا نوره ولا نصف. إيه ما تدي أرض جري كالتي كوبات بقولي أرض يلو ضحود جيسو وكالتي كوبات قلي شعور نوعي دي سبعين كريسا. والله شعور أدي أب بدن بين نص مية صح خاص تمانية. ويا أرض جري كوبات قلي وجودي بدن كسبري مرحبا وأدم وكحسن. أدم وفرحت هاي. إن وحدوني يا بل معلم إن إن آيات السوق قبته آيات السوق عد يركو آخريس السقنا وآيات حق هكسي وراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هيا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. حسبوا سؤال كلا لغو سوق معي يسو سؤال كلا لغو سوق معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وي سؤالي صدحان يا حبيبي سؤالي صدحان ولا وصوك بنا يا وامتحانك يا صعودة هاي وصوك معك صدحان. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما شاء الله أديت بانكو وهم بريني يا مستقبل ونحسن وكورة جيني يا واتسيبوا ديسا سوما هوا حبر الشدادة إلا يهير جامعة ديال إلا يدين تتقال كريسو ها ترتنادة مدوني سينا كقايب قادة ترتنادة عالمي يا دوك اللي وقبت ها مدى وطا ترتنادة ها سوماني دو سو قولي في عن كميسو هو يه ها مسلا دي كسو هو ها مجرى واحد ترتنادة يدادة كجرى تسلا يدا هاي كها هدا تقايب قري لها هاي قول في عمك سو هو ها وكيوي ويبدي مسلا مسابقة إذا حينا يوكوة لبن كاي سكا دا واد شي ملي خسنايسا سوما ان تصرد خيب قاد سنسا كتب هادي على كديغا اد غول با كورو جيريا ان شاء الله كان بعد سو دو ادن ودا دا كل كورنا وا وريسي ومان دا كلا غلا يا امتحان ان سي غود مانتا وحي دينا بل بريما مولها غوديه مؤسسه دار الايمان ان مؤسسه دار الايمان مملكتو ان ايدن ابال مرينيا سوور نوعيه بايدي سمينسا والله شعور ادي ادو بدل من نص منسا وهي وحوي جهدي بدن او لغري ارددي كدي ديري غلي بدل من نوتان انه حوينا ما ابل مريو وركا اد بنو ما حنا قيب حوين مامل كغود يو مامل قيب قيبتن سوق حوين قيبتن اصلك مامل كغود او شيخنا حوين شيخ حميد حفظه الله يو مامل قيبتن او برخط احسن شيخ حميد على جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ادو بو واحد كبيده هي ارددي مؤسسه نعم ادو ايات كبيده هي ارددان هذا كمل هي لكن ما يمر القرآن كما قرأ واحد سلم يعني في أنت بدن عد في عم بالله قبرت إن القرآن كله هي كتاب كله تصارته بل هذا واحد دوني الله بقى يدو صدح عيدو دعوتها شيء ممتي فيه لبنا كان يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله إلهي وحلي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي أيضا معنيه ذا مذكرة أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام ومحي. يعني إله سبحانه وتعالى لا بتسوء بالعري إسلام كي دينة الإسلام يعني وفهم سيه فهو على نور من ربي وحكو السمية قفكة النور إلهي كي مادة اكتسا ما شاء الله بساتي هتكلم سعودها ها وانكريك يا كوريك تفسيرك
شيخ حميدي شكرا. تفسيرك وشيخ حميدي دي كورهم مركات ساوي كتو إن تشيل كا دي كان يرتفع ملقى بسنكريا. الله يرضى أنه يعني وتفسير عدو ريكسن. كتب كورنا غير دي حكم ده كتاب في جلالين كو كله. مركب كواد حسام يا شيخ طريق عدو ريكسن بو سمعك بيتش كو كله مرن تمرنه. مركب كواد وأخرية بيتشي. ست مر سيارة تفصيله لو دول استعين مالك استق صدق كتشرتا حكمة كتشرتا سبب تيسو دكتي كذ مرك درس ولا ماذا هذا مرد بمعنيه معنيه لغوية لصوت المرأة مرك والله ما وحن إسلامي قفكي إلهي وسيا فرصة هذه يذبوك في لسان كرام أفما شرح الله صدره للإسلام إلهي كده قضي إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه إذا ترى يا يدك هل أنت صدحات أو شيء ترتكاسي جدهاننا داريبا وحيك سوهي سي قلوا وين ترتكاسي على وحيك قبطي سدى إنه حسني وحاو مملكة جود أبواس سدى دارو لبان شيخ حمديد وما أنت أبان مري أرضي عسي والدين تودي يا معلمين تودي يا مملكة تودي إن تبا يعني رحمة أدي أدور فرح سناهي إن أي رسالة هرا هل كان سواري سنة وكل كيس صدحات سواري سنة سوما هي سودو من دوه ترتكي الوحيين أبقى شيء بالكور سوّر جود كبير ترتكاس. والله رترسن أذن أكسن بوها. الله سبحانه وتعالى روح الفضيون بفضل هذا. واي. بركة الحمد لله أذن أبو فينا. إمس سؤال بردي ويدي. أحن الويدي سدح سؤال ذو قرآن. أيه. إلى سؤال ذو كتاب تحفة الأطفال وتجويده. وتجويده. تحفة الأطفال هو أكيد اللي يقوله قنت لي صباح. ها. هذا إنجل كله غيسي. والأخذ بالتجويد صباحي. أي. والأخذ بالتجويد وشاطبيه. وشاطبيه هي. يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب ما شاء الله وادي وحويا وانت ردي اللي قوله قيجري سبا كاوة تقولي ستي ها إيه. قرآن بلدي ويدي سدح سؤالات بلدي ويدي سدح دي سؤالات سؤال شيء حكت كجريسي تبعه سؤال شيء كود به بيد نحرة ها طبعا أدير نحرة لكن دي وقت هتشيني سين أتكلم تكوبات قاعدة فرتها اللي بوريك بوها ها مك وريجك هذا الحمد لله وفضة كاميرا دي وإحنا ميتشرين ها لكن وريجي لو أب يرن إحنا نسوي بنايد كاميرا دي هي يوحي بيدين كسوت هاجي هي مرك وريجك هذا الحمد لله كانت كويس بسوق لي وريج أنت بينا كان صدحات من كله. واي أنا مرك كان أنت صدحات موجود أهان أرضي ده دوقة شيء. ها. أي دوقة شيء. ها. ما أنت والدينا بالمريء وحريدينا بالمريء ما بلها موجود مؤسسة دار الإيمان توي نوعي دين سبعين ساب إن هي حضرة أبا المريء كلا أدهشان. فرت والله المريء توي إن هي سلاوين قرن كلها برانينو مرك هذا الحمد لله. يجونا مؤسسة أيضا نفتر كذا أدي أدبو مهتيهن أولا ما مولها جودة شيخ أحمدي أدي أدبو مهتيهن مركل بعض ما مولها برخض ورنهان سي سجل نفتر كيسو أدي أدنو قريب استاجي معلوين أدنو قريب استاجي مركل كلا معلمين تيضا ومعل عبدوهاب ومعل كيجية أدي أدبي بنو مهتيهن معلمين كلا يجل نفتر كبو امتحان بضل نجا قاضي وأدنو ولد دالي وسلم على آدم شيخ مختار وكله يوم حيدي شيخ عبد الواسع أدي منهم هتسيهين بركة والله أدي أدي منهم هاد علينا إلهنا سبحانه وتعالى قد هم منهم هاد علينا يعني كنا دوبه هذي هذيك منهم هاد علينا كتبين أصلا وين واحد دوني يا بل هذا ستح عايض الله بقى عايض الضوضي شيء ما بتي فينا دوبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله إلهي وحلي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي أيضا معنيه دم القرآن أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام وامحي. يعني إله سبحانه وتعالى لا بتسوق بالعري إسلام كي دينة الإسلام يعني هو فهم سيء فهو على نور من ربي وحكسه بيها قفكة النور إلهي كيما ديكتسا. ما شاء الله ما شاء الله وي يعني تفسير كده قرآن كان ما أصوى ذي لك تفسير كده مساجة كوكا سعرها مساجة كده دا ديمان مساجة كده قلت أركا مساجة كده سعرتها ها وانكريك يا كوريك تفسير كده شيخ حمدي كريم تفسيرك وشيخ حمدي ديجا كورهم مركات ساويكتو ان تشيلكا ديجا دليرتا فعاق وما لقب سن كريا ولا ارد انو يعني وتفسير ادوركسن وي كتب كورنا غديجا حكم ده كتاب الجلالين كوكله مركه كواد حسمي شيخ طريقه ادوركسن بو سمي بيج شوكله مرنتو مرني وي مركه كواد واخريا بيجكي ست مر سيارو تفصيلرو اي لودو لستاي ميل كاست قصده كو جيرتا حكمته كو جيرتا سببتي سو دغتي كيد مركه درس غلامده حدنا مر دنبه معنيه لغويه لصود المره مركه والله ما وحن اسلهي قفكي الهي و سي فرصه ادي يد بوغ فيري سنترا اي افما شرح الله صدره للاسلام الهي كدغتي ها صوره ادي يد كوغ مهنقيا غب غبدي يد مهنقي سادو مركه مركه الهي سبحانه وتعالى و مهنقيا مرلباتك واحد من مهدلقي والدكي او يجو سببه اهلا الدنيا ذي ماتو مرسدحاتك واحد من مهدلقي ما بلياش المؤسسة مر افرادك واحد من مهدلقي معين كي عبد الوهاب مرشاناتك واحد من مهدلقي ارديد ايضو قالي يذل في تركيضو مال مهد ترتنك ايدي لدي داشي وحتى انا حسوس تهبين نذقاري ناس في 70 شرني هودا متان هودا متان وصاحبة ديئة مركب هودا بيسرا بحيث إذن كي أنتي كلك قيل قالتي يعني معلمين تيري هراء وياو معلمين تيم كوك كلامي يمي سو صارينو كريه معلمين بدنو هراء شرتي معلم عبد الرحمن إبراهيم يمعن كلا سمع عبد الرحمن إبراهيم رضي الله عنه معلم أنس معلمين تاسودن آذي أذن الله مستقيم صبري ها وياي أوف كستو كالم كله إن القرآن كي له سوا أما نرشي إذا مالون أو حكي قرأ آذي أذن الله مستقيم وياي ما يسكو عارك تعينا المسؤولية هاي سوا إلى الدين بالله كبراي وكوف ذي كتاب كي وكوف ذي تفسير كي وكوف ذي ما يسوارك تاين المسؤولية ده حمبارسنت هاي هذا ها طبعاً مسؤولية ده أدوية ولا وين مسؤولية ده سير كي يجلس فرصة أولاً مسؤولية ده هذان حتى أول مرة تروح سكو دايرن قد بيو وبيران إنك هو قد بيو شكلية أما أقوى شيء ده أنكو هضيو صار أردق ماي وبيران يسيك استوى كلهم كو قد بين كره هذا النقطه هذا فعل النقطه مركا والله مسؤولية أدوية من الله مسؤولية دوي برهيس أدي أباك وجو مهندق يا داعي إذا نقطة الوكورة جري. أما سنتين. ما قاعد. خال. إن ترتقى خال ترتقى شيء. خال استحاب. خال استحاب بتوه كل شيء. وين ما أنت هسي إن وحها ترتقى الوحي ما أنت نوى لو قابل مري بهذا شو وجا الكوا. شيء أدي أقوله. ترتقى محل كنت تبي شيء. شيء توك تجس. وشيء اللي تبين كتجس واحد دوني يا برصدح عايض الله بقى عايض الله ما لها أوصي تعيش هيا إذا دخل. ولي بدي عود معان وملح له وحول البلاء ودينها نقد معاني سيدي وتشيتي لي سوها وكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما شاء الله أدي أدباك وهم برينا يا مستقبل في عنا وكورة جيني لك يا ضرطهم هل نقيتها مركوات وحوان نقيا إلهي برلواتنا وحوان نقيا والدك أدي أدباك وهم برينا ardayga kaalinta koobaad ayuu ku guuleystay tartankaasi waana muassada weyn ee Darul Iman soo dhaw magaca maxamed kaalinta koobaad ku guuleystay tartankii muassasada maanta waa lagu abaal mariyay sheekh xamadiid baa ku abaal mariyay bashuurtaada aad ila wadaag wallahi shuurtadu aad u fiican tahay oo fiican tahay yadoo mahadna qisa maanta maanta waan mahadna qiyaa labadeed waalid معلن كيا ما ولاها يا دمان إدي إسوا كرشة. وعي معلن كه جوا كم؟ مختار حسن مختار بقى كاري هذا المال دي سوق 370 كريسا يا علي معلك هاكو قلو هاكا تاع معلك هاكو وي ان معلي سو دو والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله ابا ودو على مصر اي ما تدي ارض غير كالنت كوباد بو غلي ارض يلو خو دغيسو او كالنت كوباد غلي شعور نوعي دي سمينيسا والله شعور ادي اد بدن بين نو سمينيسا خاصه انا وي ارض غير بو دالي او جودي بدن ان كسو غلي مرحبا وا ادن كو حسن ادب فرحتي ان waxaan doonayaa bal macallin inaad in aayadu soo qabato aayada soo cod dheer ku akhriiso isaguna waayada halka ka sii wado way a'udhu billahi minash shaytanir rajim Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani ayyalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون حسبك سؤال كلا لغو سوق بني يسو سؤال كلا لغو سوق بني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وي سؤالي صدحان يا هلا سؤالي صدحان ولا وسوق بنا يا وامتحانك وسعودا هي وسوق مع صدحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ما شاء الله أديت بانكو وهم بليين يا مستقبل ونحسن وكورة جين يا وتسيبوا ده سوما هوا حبرش هذا إلا يهير شام عدد إلا يد أنت تيجي على كريس آه ترتند من دون سيرة كيف قاعد ترتند عالمي جاي دوكان وقبت آه ما ده هو ترتند آه آه سومالي ده سو جود في عنك مش هو يه آه مسألة ده كسو هو آه مثل يا واحد ترتند يد هذا كتير مسألة هذا هاي كه هذا تيجي على كريس هاي جود في عمك سو هو آه وكيوي وأي بدي مسألة مسابقة الحين يا كوكا لبنان كاي سكا ده واد شيء ملخصنا إيشام؟ آه. سوا؟ آه. إن أتصل تكيف قاعد تصل هذا تبعي. آه. هذا يلا كذي قاعد قول بقولي شيء ليه؟ إن شاء الله. أنت بعد شو ده؟ أتمنى له. إيه. ده كل كهرباء ورئيس يوم ده كل قال لي امتحانه. إن سكود ما أنت واحد من أبل بريء ما بقولها قولي مؤسسة دار الإيمان. إن مؤسسة دار الإيمان ما ملك هذا إني إذا أبل مرينا يا سوور نوعية بيجي سمينا سه. والله شعور أدي أدو بضم الناس من سه وهاي وحوي. جهدي بدن أو لقري أرضي كتب ديري قلي بضم النقطة هنا إنه حاولين الله أبى المريض وركع أذبنو ما هذا قيوا حاولين ما ملك وجود يو ما ملك قيبة قيبة صوت حاولين قيبة أصلك ما ملك وجود أو شيخ إنه حاولين شيخ حميد حفظه الله يو ما ملك قيبة برخط أحسن شيخ حميد على جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أذكر بواحد كبدة هيدا أرضي مؤسسة نعم أضو أرضي هذا كم بالحي اللي هي مي مرق القرآن كم مرق روح تسلم يعني في أنت بدن عد في عمبا لقى قبرت إن القرآن كله هي كتاب كله تصارته بل هذا واحد دوني الله بقى يدو صدح عيدو داويها شيء ممتي فيه لو ده كان يوم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذه الضمة بارك الله فيك